أنا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لافتتاح الملتقى الهندسي الخليجي الذي ينظمه الاتحاد الهندسي الخليجي وجمعية المهندسين البحرينية. وقال معالي نائب رئيس مجلس الوزراء إن موضوع الملتقى هو المنازعات في المشاريع الهندسية وسبل حلها، له أهمية كبيرة لا سيما مع تطور أساليب ووسائل التعاقدات وما ينتج خلالها من منازعات، حري بالمختصين والمعنيين دراسة أسباب نشوئها والبحث في وسائل تسويتها بالآليات الودية والتحكيمية والقانونية المتاحة، والعمل بين الحين والآخر على سد فجواتها إن وجدت وتحديثها تشريعيا وإداريا بالتوازي مع التطور الذي تشهده العملية التعاقدية الخاضعة لحركة العرض والطلب في حالة المشاريع الهندسية. وأكد معاليه أن تمكن البحرين من احتواء ومعالجة مشاريع التطوير العقاري المتعثرة مع اضطراد وتيرة التنمية العمرانية والاقتصادية والاستثمارية هو أحد الأمثلة محلية المنشأ التي نفتخر بتطبيقها حتى باتت تجربة يحتذى بها، وراعت التدرج في تسوية المشاريع المتعثرة بين أطراف عملية التطوير العقاري وإرجاع الحقوق لأصحابها رغم تعاقدها وتداخلها وفق أفضل الممارسات بموجب القانون. وشدد معاليه على أن صدور قانون تنظيم القطاع العقاري في النصف الثاني من العام الماضي ودخوله جزئيا حيز التنفيذ إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري وتشكيل مجلس إدارتها يزيد الثقة في سلامة وضع قطاعنا العقاري في مملكة البحرين. وأضاف إنه من المقرر لهذا القانون أن يدخل حيز التنفيذ الكلي مطلع مارس المقبل، وما يتخلله من قيام المطورين والوسطاء والمثمنين العقاريين والمرخص لهم بإدارة وتشغيل العقارات بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل به. وأوضح معاليه أن هذا القانون الذي يعد الأشمل في تاريخ البحرين والأكثر تنظيما للقطاع العقاري والمهن الأخرى المرتبطة به لم يخفل فض المنازعات الناشئة عن البيع على الخريطة أو حق الانتفاع أو المساطحة، وتلك الناشئة عن المشاريع التطويرية للعقار أو الحقوق العقارية من خلال لجان الوساطة للتوفيق وفض النزاعات وديا قبل نظرها من قبل غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية أو المحكمة المختصة. وخلال الحفلة ألقى عدد من المتحدثين الكلمات الافتتاحية بهذه المناسبة، رفعوا خلالها أسماء آيات العرفان والامتنان إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقر على تفضل سموه برعاية هذا التجمع الهندسي الخليجي، وهو ما يعكس اهتمام سموه بكل نشاط يجسد روح التعاون والتكامل بين الأشقاء في دول المجلس، وحرص سموه كذلك على أن تتحقق تلك الأنشطة أن تحقق الأنشطة الغايات المرجوة منها لدفع عجلة التنمية والتقدم لمجتمعاتنا. وقبل الختام تفضل معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة بتكريم الرواد من المهندسين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجهات الداعمة للملتقى.